يكون يعني احنا عندنا اسواق احنا بنستهدفها، يعني في اسواق مثلا زي ما احنا دايما بنقول ان في دول مثلا بتبقى عندها السياحه الثقافيه هي الاهم، عايزين يزوروا متاحف ومعابد واثار وحاجات كده، وفي ناس عايزين سياحه شاطئيه فبيروحوا شرم والغردقه والاماكن الاخرى. ان في بلاد معينه بيحبوا اماكن بالظبط. معينه. فاحنا بنتكلم على مين الاسواق الجديده اللي ممكن ان احنا نفتحها لو او نروح لها لو هنفعل فكره السياحه النيليه في مصر. شوفي حضرتك، يعني هيظل السوق الأوروبي هو السوق الأمثل للآثار والتاريخ وكده، لأنه عاشقين للحاجة الحضارات القديمة لأنه بيتعلموا منها وبيشوفوها. فالأسواق الأوروبية هي هتنها أسواق مهمة جدا للسياحة النيلية، إلى جانب بقى أقدر أبني تاني أسواق أخرى من أمريكا، من كندا، من أستراليا. الناس دي عايزة تشوف لأن البلاد دي بلاد جديدة، حضاراتها ما تجيش 300 سنة. صحيح. فأنا النهاردة جاي عايز الحضارة اللي هما بيدرسوها في المدارس وهم صغيرين وفي الجامعة هي الحضارة المصرية والحضارة الإغريقية أو اليونانية. اليونانية. فكل واحد في العالم النهاردة عايز يجي عايز يشوف يشوف أقدم الحضارات دي. أقدم الحضارات ديت اللي هي سجلت كمان، يعني في حضارات كانت قديمة بس ما سجلتش. يعني إحنا الحمد لله سجلنا كل حاجة على الجدران وعلى الحجر وعلى كل صح. حاجة، فكل حاجة كل العلوم سواء فضاء أو طب أو أي نوع من العلوم هتلاقي حضرتك موجود. فيظل الأوروبيين لازم نهتم بالسوق ده لأن السوق ده واعد ومش هيتغير، موجود. أبني بقى عليه السوق مثلا الأسترالي، الكندي، الأمريكي، الأسواق البعيدة دي اللي هي بتدرس الحضارات القديمة. هو جاي عايز دي بيعتبر رحلات تعليمية ليه للطلبة. إحنا بنعمل رحلات تعليمية كتير على فكرة، وانا كمان بنعمل رحلات تعليميه للجامعات وللعلماء، لان في علماء برضو جايين عايزين يدرسوا الحضارات القديمه. صحيح صحيح. فانا بقصد الحاجات دي مهمه جدا. يعني نيجي بقى للسياحه دي، ده نوع سياحه ثقافيه او كلاسيكيه او كذا، دي ليها فئه وليها ناسها ونقدر نركز فيها وهتدر دخل، وكمان هتبقى السياحة النيلية فيها ميزة حلوة جدا جدا جدا. وأنا الحقيقة اشتغلت فيها سنين طويلة جدا، وكنت على المراكب دي من الأقصر من مصر لغاية أبو سمبل أو لأسوان أو كذا. أنا النهاردة لو نميت المراسي وفي كل الوقفات اللي موجودة، أنا النهاردة كأني بصدر وبنمي المجتمع، سواء بقى في بني سويف وبقى في المنيا وبقى في سوهاج وبقى في كوبومبو وبقى في إدفو وبقى في إسنا وبقى في كذا، كل وقفة من دي ما في شعب. صح. الناس ديت النهاردة لو عملت يبيعوا منتجاتهم يبقى أنا نميت الحاجات دي وعلمتهم ودربتهم وديتهم. السياح بيحبوا قوي ينزلوا يتفرجوا على المنطقة وعلى الناس وعلى منتجاتهم. الاحتكاك بيحبوا ده جدا، بيحبوا الكلام ده، بيحبوا قوي ان هم يحتكوا بالشعوب، والشعوب بتاعتنا طيبة، يخشوا يتصوروا ويعملوا. كانوا الأجانب كتير يجيبوا لهم بونبوني ويجيبوا لهم أقلام رصاص ويجيبوا لهم الأستيكة ويجيبوا لهم أجندات صغيرة هدايا يعني الأطفال لما بيقابلوهم سوفينيرز كده. فكانت بتبقى حلوة جدا. وكمان أنا بمنع كمان بطالة وشباب يشتغلوا في الأماكن دي، وكل منطقة أو كل مدينة هي بتحمي المنطقة بتاعتها، محدش يجرؤ وليها يعمل. طابع خاص. طب خليني أسأل بقى على فكرة مسار العائلة المقدسة، وإزاي ممكن السياحة النيلية تبقى من ضمن العناصر الهامة جدا. يعني مصر كلها مهتمة دلوقتي أو الدولة دلوقتي كلها مهتمة بفكرة مسار العائلة المقدسة، وإزاي يتم إن احنا نستغل ده كمان سياحيا، فكرة بقى ربطها بالسياحة النيلية. شوفي حضرتك، ممكن تبقى حلوه جدا للسياحه النيليه، بس دي هتبقى لعدد معين من، انا ما عنديش طاقه فندقيه. انت حضرتك بتتكلمي في مليار ونقول 400 او 500 مليون يعني مسيحي وكاثوليكي على مستوى العالم. لو هتنشطي فانت عندي حضرتك عندك مراكب لا تكفي، مراكب قليله قوي. احنا نركز في السياحه اللي هي رحله العالم المقدس، يبقى فيه جزئين، جزء اللي هو ما عنده فلوس ويقدر يطلع بالمركب يستعمل المركب، وجزء تاني يستعمل الباص. الباص حلو ويتعمل كمان، احنا مش عايزين فنادق كبيره برضو، العالم اتغير على فكره. الحاجات الدينيه دي مش محتاجه فنادق خمس نجوم، مش محتاجه نجوم ورخام وبتاع. انا بعمل حاجات اللي هي النزل، الحاجات الهوستلز، الحاجات دي هتجيب لي الاف نجوم مؤلفه، اربع نجوم وتبقى صغيره وصغيره ومناسبه، اهم حاجه النظافه وجديده ونظيفه ما تبقاش حاجات زي دي بره.
ما تبقاش ثلاث نجوم بس الناس الخدمة فيها مش حلوة، مستوى النظافة فيها مش حلو. اخش الاقي الحمام نضيف، الاقي السرير نضيف، الاقي لو في فطار هاكله سيرفيس كويسة، سيرفيس كويس، خلاص انا مش محتاج، لان هو سايح برضو قدري، سايح ديني، فهو مش عايز البهرجة والحاجات العالية يعني زي كاترين احنا مثلا، ومش عايز يقعد برضو في الاوتيل كتير، ومش عايز يقعد في الاوتيل، عنده اماكن عايز يزورها. يعني حضرتك لو عملتي له مخيمات جميلة وحلوة وتخييم وحاجات نظيفه وفيها تواليتات نظيفه وفيها خدمات، هو عايز كده، هو عايز يرجع للطبيعه، لان ده سايح روحاني، هو عايز يتامل المنطقه وعايز يروح الدير وعايز يعمل وعايز يقعد، عايز طبيعه خاصه. صح، يعني مؤخرا الحاجات دي بدات تاخد في العالم كله، الطابع اللي هو البسيط الاقرب للطبيعه، بدا الحاجات دي الناس تروح لها اكتر كتير. انا بقول لحضرتك حاجه مهمه جدا لاحظتها، انا كل سنه مثلا بطلع كان نشوف الدنيا فيها ايه والاسواق وكده، لان البلاد كلها بتبقى متواجده، مش كمان بتسوق سينما، هي بتسوق الاماكن بتاعتها. صح، يعني حضرتك كل البلاد بتاعت العالم بتسوق الصحراء وبتسوق الانهار وبتسوق الجبال وبتسوق الخضره، البلاد كل بلد عامله جناح كبير وبتسوق سواء لطبيعتها فكان بيجي لها ملايين وناس كتيره جدا، وهي قريه قد قريه صيادين، قريه صغيره قد كده. الغريب فيها بقى ان وجدت فيها ان عدد من الفنادق الخمس نجوم الاربع نجوم محدود جدا، لكن 90% من الفنادق مثلا في كان اللي بنسمع عنها بتستقبل الفنانين العالم كلهم، هي كلها نجمتين ونجمه وبلا نجمه ومخيمات وحاجات كده ب 10 يورو في الليله وكده، عشان هم عايزين شباب كتير يجي عشان يشجع السينما، عشان يسقف، عشان يقف، عشان يصرخ، عشان يعمل حركه. فده عنصر هام جدا ان في كل مجتمع، مش لازم انا انظر بس للحاجات الغاليه، لكن انظر للشباب برضو، عشان الشباب دول هم الوقود، هم صحيح. الطاقه طبعا. هم اللي بيكتبوا على وسائل التواصل، وهم اللي بيعملوا وبيتفاعلوا. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا دكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعيه مسافرون للسياحه، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا فندم. طيبين مشاهدينا الكرام، يعني كده بتكون انتهت فقرتنا، هنخرج لفاصل وبعدها مكملين معاكم صباح الخير.